السائلة الكريمة الست أم أحمد اللي كانت بتسأل على إنها يعني مع أختها حلفت إنها مش هتروح معاها المشوار وبعد كده هي راحت. هو بس بينبغي على الإنسان المسلم ودايما ده نذكر بيه إنه ينزه اسم الله سبحانه وتعالى، إنه يردده في كل حاجة بتجري في الدنيا، ما يبقاش بيجري كده يعني اسم الله في كل تصرف وفي كل فعل، لابد أن ننزه الاسم الشريف عن إن إحنا نقعد يبقى والله ما أنتي أنا مش رايح معاكي، والله أنا مش ننزه الاسم عن كثرة الاستعمال بهذه الصورة، لأن الأمر ده بيعرض الإنسان للوقوع في الحرج أو الإثم. وحفظ الأيمان مطلوب، لأن المولى سبحانه وتعالى علمنا واحفظوا أيمانكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لحضرتك وأنه يتجاوز عن سيئاتك، لكن إن كانت يمين معقودة هي عقدت النية والقلب عليها وجب كفارة اليمين يا صاحبة السؤال.